يعلن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه للجمهور الكريم ان هيئه الرؤيه الشرعيه ستعقد جلستها بقاعه الاجتماعات بمبنى المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه وذلك مساء اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو وذلك لتلقي الانباء والشهادات برؤيه هلال شهر شوال لذا تدعو الهيئه الجمهور الكريم ممن لديه شهاده تتعلق بالرؤيه ان يتقدم مشكورا للهيئه ليدلي بشهادته.